ومشاهدينا مرة أخرى تعود أخبار كورونا على الساحة مجددا. وكالة الدواء الأوروبية حذرت من ظهور متحورات جديدة كليا لفيروس كورونا في الشتاء اللي جاي. ده معناه أن كورونا شكله لسه مكمل معنا شوية حسب هذه التحذيرات. احنا النهاردة بيشرفنا دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة. صباح الخير دكتور. صباح الخير أستاذ جمانة، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا. طيب دكتور اسلام، يمكن احنا متعودين انه بقى خلاص بيظهر متحورات جديده لفيروس كورونا، حاله كحال اي فيروس دايما بيكون فيه متحورات. ايه الجديد وليه التحذيرات دي مره اخرى؟ تمام، يعني كويس ان احنا نفرق بس ان اللي موجود حاليا هو تحذير، عشان في ناس كتير فكرت ان في متحور بالفعل طلع. هو التحذير عموما قبل الخريف ده احنا متعودين عليه، سواء للانفلونزا او دلوقتي بقى كمان اتعودنا على كوفيد. لان احنا التحور بيحصل ازاي؟ التحور بيحصل عن طريق الانتشار، يعني كل ما الانتشار يزيد كل ما في فرصه للتحور ازيد. فبالتالي الخريف متوقع عليه ان هو يبقى الحالات ازيد. احنا دلوقتي على مستوى العالم كله احنا عندنا الحالات اقل ب 16% الحمد لله. على مستوى العالم برضو الوفيات اقل ب 13%. الشرق الاوسط دلوقتي احنا وصلنا 37% حالات اقل الاسبوع ده. وحالات 35% في الوفيات اقل. صحيح. فاحنا في فتره هدوء، دايما بعد فتره هدوء وبدايه موجه جديده اللي هي غالبا هتبدا في الخريف بيبقى في فرصه ان يحصل تحور، يا اما تحور كلي يعني يطلع حاجه زي اوميكرون، ودي صعبه يعني صعب ان ده يحصل، او تحور فرعي جوه اوميكرون زي ما حصل. احنا حاليا يعني نقدر نقول اراوند 78% من الحالات هي اوميكرون بي اي 5 اللي تعتبر الويف الخامسه من الاوميكرون. بالظبط كده. فهي الويف الخامسه هي عباره عن بي اي 5 وابتدى يظهر تحور فرعي اللي هي بي اي 2.75 ده اللي هو الناس كلها كانت بتتكلم عليه من شهر تقريبا. فدول اللي حاليا موجودين السيطره عليهم الحمد لله سهله، انتشارهم عالي جدا بس وفياتهم قليله فالحمد لله. ان شاء الله متوقع ان ده برضو يحصل في الموجه اللي بعد كده. احنا الحمد لله الموجه دي عدت، يعني كتير ما حسش بيها، اللي خدوا الكوفيد الموجه ديت حس ان هو عرضه زي البرد شويه. في ناس جالهم متوسطه بس مثلا حالات الشديده والحالات اللي تستدعي مستشفى، يعني خلينا نقول مستشفيات العزل في الموجه دي كلها كان الاشغال فيها 2%. فبالتالي هي اخف موجه الحمد لله ظهرت من ساعه ما كوفيد ظهر. صحيح. باذن الله الموجه اللي بعد كده باذن الله بنسبه عاليه، عشان ده ما فيش حاجه 100% يعني ان شاء الله ان شاء الله تبقى موجه اخف برضو من الموجه ديت، من الموجه السادسه. و احتمال يعني طبعا علميا احنا ممكن على اخر السنه يبقى في انهاء لاعلان منظمه الصحه العالميه ان هو وباء عالمي. ده علميا. اقتصاديا وسياسيا من السياسه الصحيه ممكن تستمر سنه كمان على حسب يعني. نعم. طيب دكتور اسلام، لو هنتكلم على حضرتك قلت ان الويف الخامسه من اوميكرون هي اللي هتكون موجوده او ربما يحصل لها بعض المتحورات القليله جدا لكن هتظل اوميكرون. واحنا عرفنا ان الاوميكرون كان بيصيب الجهاز العلوي التنفسي. هل المتحور الجديد ممكن يصيب جهاز اخر من الاجهزه التنفسيه ولا مش معلوم؟ يعني هو طبعا اغلبيه الاصابات كانت في الجهاز التنفسي العلوي في اوميكرون بي اي 5. لو حصل تحور غالبا لو جوه هو فرعي، لو التحور ده فرعي هو اوميكرون برضه هيبقى برضه معظم الاصابات في الجهاز التنفسي العلوي. ممكن يعني في حالات شفناها تتدهور للجهاز التنفسي السفلي وتستدعي برضه اكسجين وتنفس وهكذا ورعايه. لكن في اغلب الظن باذن الله هتستمر في الجهاز التنفسي العلوي. نعم. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا غالبا هنبتدي نعملها زي الانفلونزا شويه. احنا على فكره لسه ما وصلناش في كوفيد لنفس معدلات الوفاه من الانفلونزا. كوفيد اعلى. فما نقدرش نقول قوي ان هي بقت زي الانفلونزا لسه شويه. نعم. ولكن هنبقى غالبا محتاجين كل موسم يبقى فيه لقاح، عشان خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل مناعيه، الناس عندهم امراض مزمنه، كبار السن، كوادر طبيه. دول اللي هيحتاجوا كل موجه، سواء كان حتى لو جه خفيف والجهاز التنفسي العلوي فقط، ياخدوا التطعيم، ان هو ياخد برضو البوستر كل سنه. نعم. طيب دكتور، خليني ارجع مع حضرتك مره ثانيه للتحذيرات. وكاله الدواء الاوروبيه هي قالت انه هيبقى في توقعات بانه يحصل تحور كلي، تحور كلي عشان نوضح للساده المشاهدين، يعني زي ما كنا بنسمع عن دلتا اوميكرون وما الى ذلك، مش ان هو بتبقى زي ما حضرتك قلت فيرجنز او سلسله ثانيه من نفس المتحور. ايه المؤشرات اللي بتخليهم يعرفوا ده او يتنبؤوا بده؟ تمام. هو في اول حاجه ودي اهم حاجه السيكونس، يعني اللي هو التسلسل الجيني لكل الحالات اللي موجوده. طبعا هو منظمه الصحه العالميه بتعتمد ان كل اسبوع
الدول كلها اللي عندها اصابات تبعت كل تسلسل الجيني لكل الاصابات اللي تم رصدها. صحيح. حاليا احنا عندنا مشكله في الموضوع ده، لان الدول كلها ما بقتش بتبعت زي الاول، محدش بقى مهتم قوي يبعت السيكونس. فبنتكلم ان مثلا الاسبوع ده كله على بعض اقل من 100,000 سيكونسنج اتعمل، وده رقم قليل جدا. لو ده كان بيتم بصوره كبيره زي الاول بيبقى عندي قدره تنبؤيه كده انه في شكل متحول، يعني في قفزات بتحصل في شكل الفيروس نفسه، فانا يبقى عندي توقع ان غالبا هيحصل تحور معين بعد كده. لكن في الظروف اللي احنا فيها وعدد السيكونس الموجود عند منظمه الصحه العالميه قليل، هيبقى عندي حاجه تانية بنسميها ظاهريه بقى. لو احنا نبتدي نرصد كده ان ابتدى يبقى في ناس عندهم اعراض من الكوفيد مختلف شويه، نعم، فيبتدي بعد كده ده لما الحالات تزيد نبتدي نهتم بيها. طيب احتماليات ده قد ايه؟ زي ما قلنا هتبقى ان شاء الله قليله. التحور ده بيتم فين؟ غالبا بيتم على السطح الخارجي للفيروس عشان يخليه يا اما اكثر تماسكا مع خلايا الجسم واكثر انتشارا. خلينا يعني نقول قاعده عامه في الفيروسات الا قليلا، يعني ان الفيروسات بتتحور للاكثر انتشارا والاقل ضعف والاقل قوه. ليه؟ عشان هي كائنات ذكيه، يعني مش عايزه تنتهي، هي لو موتت الهوست العائل بتاعها تنتهي. فبالتالي هي دايما بتحور ان هي تنتشر اكثر. ولكن تنتشر انها تبقى اضعف عشان يفضل العائل الوسيط. نقطه مهمه بس عشان الناس ما تتخضش، مش معنى انه في تنبؤات بوجود متحور جديد ان هو ممكن يكون أكثر شرس او صعب. بالظبط كده. هو في اغلب الظن تحور كورونا النمط اللي احنا شفناه من بعد دلتا ان كل تحور فرعي كان اخف من اللي قبليه واكثر انتشارا وهكذا. نتمنى يستمر برضه بنفس النمط يعني. صحيح. طيب دكتور اسلام، حضرتك يمكن قبل الهوا كنت بتقول لنا على فكره ان تم اعتماد لقاحين لكورونا، فايزر وموديرنا، لاوميكرون تحديدا وتحديدا الويف الخامسه منه. هل دول ممكن يكونوا افكتيف او يكونوا مؤثرين في المتحور ده لو حصل لا قدر الله؟ طيب ولا الفيرجن او النسخه اللي هي الجنرال العامه اللي احنا كلنا كمصريين او العالم كله تم اخذها هي الاقوى؟ طيب هو كمبدأ عام كده اللقاح بيحمي من يا إما أن أنا ما يحصلش أصلا أعراض، يحمي من دخول مستشفى، ويحمي من وفيات. دي الثلاث حاجات كل واحدة من دول ليهم نسبة. اللقاح الجنرال اللي هو اتعمل على النسخة الأصلية من كوفيد حتى الآن نسبه جيدة في منع الوفاة، ولكن وجدوا مع أوميكرون أن هو نسبة فكرة أن عدم ظهور أعراض ده قليل جدا، يعني أقل من 20% بعض اللقاحات، ودخول المستشفى برضه نزل تقريبا في حدود 50%. فاتعمل نسخه جديده خد الموافقه عليها من موديرنا وفايزر، دول الشركتين اللي خدوا الموافقه. هم اشتغلوا على اوميكرون بس النسخه الاصليه، تعرف طبعا هي بتاخد وقت لغايه ما اللقاح يطور. فبالتالي برضه مش على بي اي 5، على اول نسخه ظهرت من اوميكرون. طب دي فايدتها ايه؟ فايدتها للناس اللي احنا بنسميهم الفئات المستهدفه، الامراض المزمنه. بالظبط. اللي عندهم هم اربع حاجات: الفئات اللي فوق 65 سنه، اللي عندهم امراض مناعيه، اللي عندهم امراض مزمنه، والكوادر الطبيه. دول اللي هينتفعوا باللقاح اللي هو معمول خصيصا للاوميكرون، لان الويف الجايه غالبا اوميكرون. طب لو كان حد بيقول طب انا واخد الجنرال، واخد اللي هو صحيح النسخه الاصليه، ده هيحمي من تفاقم الاعراض حتى الان بنسبه جيده، خصوصا لو حد ما عندوش مشاكل صحيه عموما، يعني مش عندوش احتياج ان هو ياخد جرعه جديده من اللقاح الجديد، وما عندوش احتياج ياخد جرعه منشطه ثانيه اللي احنا بنسميها الجرعه الرابعه. الجرعه المنشطه الثانيه برضو للاربع فئات فقط، سواء كان من اللقاح الاصلي او من اللقاح المطور لسه حديثا، يعني يا دوبك الاسبوع ده، فاحتمال نشوفه في الاسواق كمان شهر مثلا من دلوقتي. طيب عشان في ناس ممكن تكون برضو مهتمه انها تعرف اكتر عن البوستر دوز او الجرعات المعززه، هل بقى كل يعني فتره كل ست شهور المفروض ان احنا ناخد لقاح كل ست شهور، ولا ايه اللي بيحصل، ولا في عدد معين للجرعات دي، ايه اللي بيحصل؟ البروتوكول على حسب العالم كله في جرعتين منشطتين. عدا كندا عندها ثلاثه. الجرعتين هم عبارة عن جرعة لكل الناس المنشطة الأولى، والجرعة الثانية منشطة فقط للفئات المستهدفة اللي احنا الأربع فئات اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب ما عدا الناس اللي عندهم أمراض مناعية، في كندا بياخدوا ثلاث جرعات منشطة، يعني ثلاثة بوسترز بعد الجرعتين الأصليين. غير كده احنا هنلتزم بالبروتوكول. احنا أي حد صحته ما عندهاش أي مشاكل صحية هياخد جرعة واحدة منشطة، عنده مشاكل هياخد اثنين،
لغايه ما البروتوكول يتحدث غالبا في اغلب الظن هيبقى قبل كل خريف هيبقى في جرعه منشطه للاربع فئات او لكل الفئات اللي عايز يعني. طب في بعض المواطنين اول ما بيبقى خلاص في انباء خلاص او قرب فصل الشتاء تحديدا بطلع على المصل واللقاح اخد الفاكسين بتاع الانفلونزا العاديه. نفس الناس دي اعرفها ابتدت دلوقتي تفكر هل هيبقى اخد اللقاح الخاص بالانفلونزا ولا اللقاح الخاص بكورونا ولا اخد الاثنين مع بعض؟ النقطه دي كويسه عشان اوضحها للناس، يعني ياخد الاثنين ممكن في نفس اليوم، يعني مفيش تعرض لا في نفس اليوم. السي دي سي في امريكا والاي ام اي في اوروبا قرروا ان احسن حاجه يتاخد في نفس اليوم عشان غالبا الشخص لما بيروح المشوار بيروح مره واحده. صحيح، فمش هيروح تاني. بيرجع مش هيروح تاني. فالاحسن هو ياخد في الدراع ده الكوفيد، الدراع التاني ياخد فيه الانفلونزا، بما ان اعراضهم في الاخر اللي هي اعراض ما بعد اللقاح متشابهه هياخدها مره واحده وهيحس بالاعراض اللي هي ارتفاع الحراره اللي هو الاحمرار مكان الوخز وخلافه. فبالتالي مفيش اي تعارض، مفيش اي فتره وقت ما بين الاثنين. يستحسن ان يتاخد الانفلونزا طبعا برضو للاربع فئات بالذات، او لاي شخص عنده او طفل يعني او يعني من اول سن مسموح عنده مشاكل معينه تنفسيه عشان نعرف على الاقل نفرق ما بين اللي بيحصل مثلا في اعراض هو ده انفلونزا ولا لا. كل ما عدد الناس اللي هتاخد لقاح الانفلونزا يزيد كل ما هقدر ان انا استبعد شبهه ان الشخص ده عنده كوفيد. انا مش عايز يحصل رش، لان كل سنه على فكره احنا بيحصل لنا يعني دخول مستشفى بنسبه مش قليله للناس اللي عندهم مشاكل تنفسيه بسبب الانفلونزا. ان الانفلونزا ممكن تتفاقم لمشاكل تنفسيه ومشاكل في الصدر، اوقات تخش ممكن لو معها عدوى بكتيريه تخش في نيمونيا، واحيانا بتؤدي الى الوفاه لا قدر الله. طبعا احنا الانفلونزا بنتكلم في نسب وفيات عاليه اكتر من 700,000 في السنه، يمكن الناس مش مدركه شويه النقطه دي. طب دكتور اسلام، خليني استغل وجود حضرتك معانا برضو، والناس يمكن شويه الفئات يعني الاسر اللي بيبقى عندهم اطفال كمان الحوامل بيبقى عندهم قلق شويه من فكره ان هم ياخدوا الفاكسين. عايزه حضرتك تقول لنا بالنسبه للفاكسين للاطفال والحوامل ايه تاثيره واهميته؟ تمام، اجابه مختصره الاول، الحوامل والاطفال يقدروا ياخدوا الفاكسين مفيش اي مشكله. خلاص احنا توزع حتى الان قرب 13 مليار جرعه لقاح، اتعمل عليه دراسات اكتر من اي لقاح تاني موجود. كل الحوامل اللي خدوا اللقاح ما كانش فيه اي اثار جانبيه، ما كانش فيه اي تاثير على البيبي. فبالتالي مفيش اي داعي للقلق. احنا مثلا لو ام حامل وعندها مثلا ضغط او سكر، خلينا نفكر في السيناريو لو ما خدتش اللقاح وجالها كوفيد ولا هينفع تاخد ادويه، الحاله غالبا هتتفاقم، مش هينفع تاخد يعني حتى دلوقتي بروتوكول للحوامل ما ينفعش تاخد باراسيتامول. فبالتالي متخيلين الموقف ممكن يبقى عامل ازاي، ارتفاع الحراره، تعب، مشاكل، ده ممكن يؤدي في مناعه طبيعيه بقى هي وظروفها وهتضر الجنين كمان. بالظبط كده، فهي وظروفها ممكن الحاله تتفاقم ممكن لا. فالفاكسين احسن بكتير من السيناريو الثاني، بعض الاثار الجانبيه اللي هي ما بعد الحقن ذاتس. والحاجه الثانيه ان هو في لقاحات بعينها مخصصه دلوقتي خلاص بدينا نفرق. يعني السيدات فوق 40 سنه عندهم مشاكل مثلا في التجلطات هتاخد لقاحات معينه. صحيح. الشباب مثلا اللي هو تحت 30 سنه هياخدوا او هيمتنعوا عن لقاحات معينه وخلافه، خلاص الموضوع بروتوكول بقى سهل. والاطفال كذلك، الاطفال خصوصا الاطفال اللي عندهم مشاكل تنفسيه محتاجين ياخدوا اللقاح، اللي عندهم ضغط، عندهم سكر، نفس الفئات الاربعه محتاجين برضه ان هم ياخدوا اللقاحات. غير كده اللقاح الانفلونزا برضه اللي فوق السن الاطفال برضه مهم، يعني مفيش مشكله لو خد اللقاح الانفلونزا بتاعه كل سنه ولو عشان طفل ونفس اليوم ياخد برضه لقاح كوفيد. يعني لقاح امن وفعال بالنسبه للحوامل وبالنسبه للاطفال. اشكرك جزيل الشكر دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئه، ودايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك، شكرا لك، صباحكم زي الفل. شكرا دكتور اسلام.